بابا هذه بخوت مال مواتك الحين، وهالمرة الأستاذ يقول خلوا باباتكم يساعدكم. أساعدك وين؟ وش دراني بالإنترنت والكمبيوتر؟ سلام عليك. أهلاً يا أستاذ عارف، الليلة الساعة 7 في المقهى، ما تنساش. ما أنسى أبوي لو إني ما فاهم شيء. مش مهم تفهم، المهم تيجي. السلام عليكم. أولاً أشكركم على تلبية الدعوة. اليوم معكم نحتفل بافتتاح فرع مركز المجتمع المعرفي. أهم أهداف المركز تدريب وتوعية الناس في مجال تقنية المعلومات والاستفادة من الخدمات الحكومية الإلكترونية. أما التسجيل في المركز فمتوفر لكل من يرغب منكم، وأيضاً تتوفر أماكن خاصة للنساء بأغلب فروع جمعيات المرأة العمانية. ومن اليوم اعتبروني واحد منكم، وأي مشكلة تقنية تواجهكم راح تلاقوني بالخدمة. أقول أخوي راشد، يعني ممكن تعلمنا الكمبيوتر وكيف نساعد أولادنا في بحوث المدرسة؟ طبعاً، أي شيء له علاقة بالكمبيوتر والإنترنت أنا حاضر، وهذا واجبي.